البنات، كنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بعيدا عن الطبخ وبعيدا عن الحلويات، جينا نبدلوا الروتين شويه ونعطيكم معلومات اللي انا مستفده منهم شخصيا، كنستفد منهم وعرفتهم انهم وصفات مجربين 100%. ما غاديش نعطيكم شي حاجه غير سمعت بها، وهذا مع اني ساكنه في الصحراء وكنعرف وصفات مجربه طبعا ومجربها انا كما قلت لكم، وقلت حتى انا نفيدكم بها ان شاء الله وباذن الله. اليوم البنات عندنا الطين الاخضر الاصيل، معروف الطين الاخضر، اينما رحتم تلقون كتلقاو الطين الاخضر. وعندنا ماسك الثاني اللي كتشوفوه ديال الكرفاسي، عندنا الموارد، عندنا حطيت لكم واحد البواطات ديال الروز، الحمص، الحلبة، ولكن اليوم غندير لكم غير على الطين الاخضر اللي تجربتي معاه مدة سنة والمورد. اليوم جيت كنهضر لكم عليه هاد الطين الاخضر، ما نكذبش عليكم شفت حتى عييت وما شفتش بحالو، قراو عليه في الانترنت غتدخلوا غتشوفوا عليه بزاف د الحوايج. هو زوين، كيجدد خلايا البشره وكيعاود التوازن ديالها وكيعطيها الاكسجين لازم، وتعقم البشره وكيزيل السموم والجراثيم وتقلل بروز البثور وحب الشباب والاكزيما. هو ما كيدارش على فكره غير في الوجه، كيدار في الوجه وفي الايدين وفي الرجلين. انا طبقت لكم الوصفه اليوم في ايدي على اساس انها بحال درتها في وجهي، ماشي تقولوا لا ما عطاتناش ديك الوصفه نتيجه لا صافي ما بقيناش غادي نديروها، لا خاص بنادم يتبع واحد الحاجه عطيتها لك مثلا مره في الاسبوع نديرها، كل مره في الاسبوع نديرها حتى تعطيني النتيجه اللي بغيت. هو راه كيقوي البشره وكيعطي النضاره ديالها وكيعمل على اغلاق المسامات ديال البشره وكينظف البشره من الاوساخ والشوائب وكيعمل على التبييض ديالها وكيقشر البشره وكيجدد الدوره الدمويه فيها، لانه كيساعد على ازاله الخلايا الميته وتصفيه البشره، كيحيد ظهور البقع السوداء. علاش قلت لكم انا طريقه الاستعمال ديالو كنديرو كما قلت لكم مره في الاسبوع. غادي ناخذ المورد كما كتشوفوا معايا وغادي نرشو على وجهنا، انا طبقت لكم على يدي وغادي نمسحو حيت الوجه نقي، تقدر تكون فيه مكياج تقدر يكون واخا يكون نقي نمسحو بالمورد. ديما انا اي ماسك كنديرو قبل ما نمسحو قبل ما نديرو كنمسح بالمورد باش يقطن ولا فويطه، كنرش داك المورد على وجهي وكنمسحو بحال غاسلاه صافي. ملي كتمسحو يديكم قلت لكم يديكم ملي كتمسحو وجهكم مزيان كتنشفوا ديك البلاصه اللي مسحتو اللي درتو فيها المورد في الوجه، ومن بعد كنخدموا الماسك ديالنا. مره اخرى ان شاء الله البنات غادي نعطيكم جميع الوصفات اللي كما قلت لكم، فيها نيلة، فيها لبن الذكر، فيها كاع الوصفات الصحراويه، بما ان الحلبه اللي عنده وجهها ضعيف وبغات تغلاض من في الوجه بنفس الوقت كتنقيه وبنفس الوقت كيتزاد عندها الحناك. غنعطيكم وصفات لي مجربين، ماشي كنقول لكم غير سمعتهم او قالوا لي عليهم او لا، كما قلت لكم اي حاجه غادي نعطيها لكم ديال وصفات طبيعيه ومجربه 100%. انا وريتكم اليوم شفتو في الصوره كما كيبان لكم المورد، الغسول كيبان لكم، الغسول ديال العكار الفاسي، هادو كلهم من التجارب ديالي. عندنا الغسول كيكون على هذا الشكل، هذا موجود عند جميع العطاره وعند جميع بيع مواد العطور والتجميل الحوانت. غنديروا القدر منه ديال معلقه كبيره تكون عامره، وداكشي اللي شاطلينا كنخليوه بطبيعه الحال في واحد البواطه كما شفتوا البواطات اللي دايره انا خاوي، وكنسد عليه في الثلاجه. ملي كنبغي نعاود نديرو واخا كيشف كنخوي عليه شويه ديال المورد. كنتمنى انكم تستفدوا مني من هذه الحلقه وغنبقى نفيدكم ان شاء الله كل مره بوصفه. عندنا كما كتشوفوا معلقه كبيره ديال غسول الطين الاخضر، دخلوا البنات وقراو عليه بزاف، راه عليه واحد المزايا كثيره هذا الغسول ديال الطين الاخضر، زوين بزاف لواحد الدرجه ما منقولش لكم.
نزيدو عليه الماء ورد باش نخلطوه. يمكن لك ديريه مع الماء ديال الروز، يمكن لك ديريه مع بزاف، ومع كما قلت لكم الماء ورد مع الماء عادي. لما عندكش الماء ورد ماء معدني سيدي عليه او حاجه هكا سيدي لازم تخلطيه بها، حيت هو فيه جميع المذايا اللي فيه راه بركه. كنخلطوه حتى كيولي عندنا داك الخليط الجانس، ما خفيفش وما عقدش كما كتشوفوا. وكناخذوا، انا غنطبق لكم الوصفه على يدي وغادي نخليها المده ديال نص ساعه. بالنسبه للتطبيق ما كنطبقوش من الجبهه وكنبداو هابطين، لا كنطبقوا من الاسفل وكنبداو طالعين هكا كيطبق الماسك على الوجه كما كتشوفوا بالطريقه. انا غير طبقت لكم على يدي ولكن خصكم تبقاو غاديين وطالعين طلعوا من جهه الفم حتى الجبهه، كتبقاو غاديين وكتطلعوا بشيته بالطريقه بديك لابانتور باش كتخدموا. وغنخليها دابا كما كتشوفوا المده ديال واحد نص ساعه، وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش ولا حتى هو كيكرم كينشف. زوين زوين بزاف البنات، زوين مع التجربه ديالي انا معاه ما نكذبش. ها هو البنات كيما دازت نص ساعه كيما كتشوفوه راه كينشف على الوجه وعلى الايد، وكيما قلت لكم يمكن لكم ديروا على يديكم وجهكم رجليكم وراه مرطب وزوين. وانا بالنسبه ليا درتو على حساب لي بوا نوار وتبعته وعطاني نتيجه زوينه. وبالنسبه للبنات فالطين الاخضر ما عنده حتى شي حاجه ولا شي ضرر، اللي بشره ديالو ناشفه يدير برودوي كما كندير انا. اي كريم عندكم في الدار مرطب ديروه نيفيا، اي كريم من بعد ما تغسلوه ما بارد. واللي بشره ديالو دهنيه فبطبيعه الحال يرش غير الماء ورد صافي وكتكون النتيجه ما نقولش لكم زوينه بزاف. وكما قلت لكم قراو على الفوائد ديال الطين الاخضر في الانترنت، انا غادي نمشي نغسل يدي وغنرجع معكم ونوريكم النتيجه. وهاي البنات النتيجة من بعد ما غسلت يدي، فهو رطب وكيرطب اليد ما نقولش لكم كي كخليها، وريحته غزالة ملي كنخلطوه مع الماء ورد. وبطبيعة الحال حتى هو فيه عشوب وفيه أعشاب طبيعية، شوفوا واش كيبان لكم شي فرق، حيت كاين واحد الفرق هنا انا ما درتش فيه البرودوي ما بين هنا وهنا، انا كيبان لي مزيان. كنظن ان كنتمنى ان تكون كيبان لكم مزيان كما كتشوفوا واضح. وكنتمنى انني نكون فدتكم بهذه الوصفه، وهذه راها وصفه زوينه بزاف كما قلت لكم. واي وصفه ان شاء الله وباذن الله غادي نبقى نطبقها ونوريها لكم حتى نتوما ونفيدوا بعضياتنا ونوريكم جميع الوصفات الصحراويه اللي كاينه هنايا فين عايشه انا. وكنتمنى اي مشترك دخل عندي جديد ما تنساونيش بلايك وبابوني، والى وصفه قادمه ان شاء الله.